بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذا اللقاء المتجدد دائما وأبدا بإذن الله سوف نتطرق حول موضوع حساب جملة الدفع. حساب جملة الدفع، جملة الدفع هو المبلغ الحاصل من مجموع عدد من الدفع بفوائدها. أولا، إذا كان الدفع آخر كل عام فإن جملة الدفع جيم نون بعد نون من السنوات تحسب كالآتي: جيم نون تساوي ميم في واحد زائد عين أس نون ناقص الواحد على عين. أما إذا كان الدفع بداية كل سنة فإن جملة الدفع تحسب كالآتي: جيم نون تساوي ميم في واحد زائد عين في واحد زائد عين أس نون ناقص الواحد على عين، حيث أن جيم نون هي عبارة عن جملة الدفع، ميم هو رأس المال المودع، عين هو عبارة عن معدل الفائدة، أما بالنسبة للنون فهي عبارة عن ماذا؟ عدد السنوات. ملخص: الدفع ربما تكون دفعة واحدة فقط لا غير، ونحسبها من خلال القانون جيم نون يساوي ميم في واحد زائد عين أس نون، أو لربما تكون مجموعة من الدفعات وهي تنقسم إلى قسمين: دفعات بداية كل فترة ودفعات آخر كل فترة. أما بالنسبة لدفعات بداية كل فترة تحسب بالقانون جيم نون تساوي ميم في واحد زائد عين مضروبا في واحد زائد عين أس نون ناقص الواحد على عين. بالنسبة لدفعات آخر كل فترة هو نفس قانون دفعات بداية كل فترة، ولكن ينقصه ماذا؟ ينقصه واحد زائد العين. مثال واحد: يودع شخص آخر كل سنة 700 ريال سنويا على شكل دفع بفائدة معدلها 6.5 جزء من 10، ما جملة الدفع بعد سنتين؟ نلاحظ أن هذا الشخص يودع نهاية كل سنة، إذا نكتب قانون نهاية كل سنة، وهو يتطلب منا تحديد قيمة رأس المال المودع ميم، وتساوي طبعا 700 ريال. أما بالنسبة لمعدل الفائدة ألا وهو 6.5 جزء من 10%، أي 65 جزء من 1000، أما بالنسبة للنون فهي عبارة عن سنتين. باستخدام الآلة الحاسبة وتطبيق هذه القيم نجد أن الجيم نون تساوي ماذا؟ تساوي 1445.5 جزء من 10. ملاحظة: يمكنك حساب جملة الدفع مباشرة بعد التعويض عن قيم ميم عين نون، وذلك باستخدام الآلة الحاسبة. المثال الثاني يقول: ما جملة دفع سنوية بمبلغ 1620 ريالا تدفع في أول كل سنة تركت بلا دفع لمدة 3 سنوات، والمطلوب سدادها وأرباحها مرة واحدة في نهاية السنة الثالثة بأرباح 8%. الحل: نلاحظ أن الإيداع يتم بداية كل سنة، لأجل ذلك نكتب قانون جملة الدفع لدفعات بداية كل فترة، هو جيم نون تساوي ميم في واحد زائد العين مضروبا في واحد زائد عين أس نون ناقص الواحد على عين. نجد أن الميم هي عبارة عن 1620، عين هي 8%، أي 8 جزء من 100، والنون تركت لمدة 3 سنوات. بتطبيق تلك القيم وتعويضها على الآلة الحاسبة نجد أن جيم 3 تساوي تقريبا 5679.901 جزء من 1000 ريال.
المثال الثالث يقول: الشكل المقابل يوضح إيداع مبلغ 400 ريال نهاية كل سنة. انظر إلى الشكل ثم أجب عما يلي. أولا، كم تبلغ الدفعة السنوية؟ واضح تماما من الشكل أن الدفعة السنوية هي عبارة عن ماذا؟ 400 ريال. ما معدل الفائدة السنوية؟ معدل الفائدة السنوية هي 6 جزء من 100 أو 6%. ما مدة هذه الدفعة؟ مدة هذه الدفعة هي عبارة عن ماذا؟ 4 سنوات. ما الدفعة التي فائدتها 0 من الريال؟ طبعا هي آخر دفعة، أي الدفعة الرابعة. أرجو أنني قد وفقت في توضيح طريقة إيجاد جملة الدفع لمجموعة من الدفعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.